بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نحن كرابطة عوائل الشهداء بلا شك نتألم كثيرا لكل القضايا التي تهم المواطنين، ليس فقط ألمنا محصور في جانب استشهاد أبنائنا، ولكن هناك قضايا مهمة وقضايا تجعلنا نعيش في دوامة من التفكير، مثل هذه القضية وهي اختطاف أحد المواطنين، هذا الطالب الذي يدرس في سنته الأخيرة في جامعة اليرموك بيربد الأردن، تم اختطافه من سكنه وأصبح مصيره مجهولا. طبعا كان الاختطاف مع مجموعة من الطلاب، أفرج عن الآخرين وبقي جعفر مجهول مصيره ولا يعلمون عنه شيئا. نحن نتضامن مع عائلة الطالب جعفر جاسم ونطالب السلطة في البحرين وفي الأردن بالإفراج الفوري عن هذا الطالب، والذي لا أعتقد بأن له علاقة بأمور أخرى غير دراسته. المواطن له حقوق، ويجب على نظام البحرين الآن أن يتحرك لكونه هذا، يعني هذا الطالب هو مواطن وله حقوق، هذه الحقوق يجب أن تهتم بها الدولة ويهتم بها النظام. الآن أصبح الطلاب مستهدفون، كثير من الطلاب يتم اختطافهم أو عودتهم، يتم أخذهم من المطار وسجنهم بقضايا غير معروفة، وكأنما هناك محاربة لهذا الجانب الثقافي أو للثقافة بأكملها، ولا نعلم ما هي القضية التي مرتبط بها هذا الطالب. إذا كانت هناك قضية وإذا كان هناك عدالة في تحقيق ومن خلال قضية منسوبة له، فليبين لأهله بأنه محتجز لدينا وبإمكانكم، لا يوجد هناك قانون أن تمنع أهل المعتقل من رؤيته. أنتم تدعون الديمقراطية وتدعون العدالة، هذه العدالة أين ذهبت عن قضية جعفر؟ نحن كرابطة عوائل الشهداء نناشد السلطتين في البحرين وفي الأردن بمتابعة موضوع جعفر والإفراج عنه، كما نناشد جميع المنظمات الحقوقية وخاصة من هم موجودين في الأردن أن يتلمسوا هذا الموضوع، يتلمسوا ولو خيطا بسيطا ليوصلنا إلى جعفر، ليعرف والده الآن هناك في الأردن يتابع قضيته ولم يصل إلى شيء، ولا نعرف كيف يعني هذا التعتيم لقضية طالب، هل هو مرتبط بأمر آخر؟ لا نعلم. وكيف يتم احتجازه هناك في الأردن إذا كان لديه قضية والقضية متعلقة بالبحرين؟ فما يعني ما نعرف ليش السلطات الأردنية تحتجزه هنا. نتمنى من الجميع التضامن لمعرفة التضامن مع الطالب جعفر لمعرفة مصيره والإفراج عنه فورا، وأن يعود سالما لأهله وأحبته. شكرا لكم جميعا.